نشرة منتصف الليل للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأها بالعناوين. وفاة 3 أشخاص جراء الفيضانات بولاية نابل، ولجنة مجابهة الكوارث في انعقاد دائم بعدد من ولايات الجمهورية لمجابهة مخلفات الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق البلاد. الإفراج رسميا عن البحارة التونسيين 5 الموقوفين لدى السلطات الإيطالية في انتظار عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة. الاجتماع الطارئ لكتلة حركة نداء تونس يدعو إلى إطلاق مسار إصلاحي داخل الحركة ومراجعة قيادته وتسييره الداخلية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة بمستجدات الوضع في ولاية نابل على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الساعات الأخيرة. فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية تسجيل 3 وفيات هي لكهل، وفتاتين تم انتشال جثثهم بعد أن جرفتهم المياه التي غمرت بعض المناطق في الولاية. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ صادر عنها مساء أمس السبت أن مختلف أسلاكها من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني وبقية الأطراف المكونة للجنة الجهوية بنابل لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة برئاسة ولية الجهة مجندة لإغاثة ونجدة المواطنين وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني دعت في بلاغ عن وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة بولايتي نابل وبن عروس وبطريق السيارة 1 تونس الحمامات، مذكرة بضرورة المحافظة على مسافة الأمان مع تعديل السرعة وعدم المجازفة واستعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان. لعل الصور هي الأبلغ للوضع الجوي الصعب الذي عرف الوطن القبلي بمختلف معتمدياته، ولكن لغة الأرقام تؤكد أيضا معرفته. الصورة بولاية نابل التي سجلت هطولا غزيرا للأمطار وصل ما بين 50 و200 ملم كانت في مدينة نابل حسب تأكيد المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي أكد كذلك عزلة كل من منطقة تكلسة وقربس بسبب فيضان المياه وانقطاع الطرقات بها. صرت غادي بالماء، الماء ما ثماش وقتها، سكتت لي الكهرباء، جيت خدم فما باش تخت الحمايه كي جات هوني وين وصلت فميك وما شمتش طلع. وصلوا غادي ورجعوا. ربي يلطف بينا وكاو. أمطار تعري معها في كل مرة عيوب البنية التحتية وتداعياتها السلبية، وإن كان غيث نافع يستبشر به الجميع، لكن سرعان ما تتحول الصورة إلى وضع صعب لتتعالى معها الأصوات المنادية بالتدخل لإنقاذ منازلها وشفط المياه وتسريح حركة المرور والعبور. أمطار غزيرة بلغت أقصاها اليوم مناطق ولاية نابل، رافقها فيضان لعدد من الأودية غمرت المنازل والشوارع بالمياه، وضع استدعى تدخل العاجل لوحدات الحماية المدنية. كل عام الأخير عام أبرك من خوه، كل عام احنا هذاك هو، مش عارف علاش، مش فهم علاش، مش عارف والله ماني عارف. هي حماية قدش كل ساعة، كل يوم كل ساعة قدش حماية، اللهم لهم الحماية، يرحم والديهم الحماية كي جاوا وعاونوا، مش كل يوم ولا كل عام، هذا العام واش يدور. وحسب نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يبقى الوضع الجوي دقيقا خاصة بالوطن القبلي وولاية سوسة، أين يتواصل نزول الأمطار بكميات مهمة. وضع جوي يتطلب مزيد الحذر واليقظة خاصة في ظل ما يتوقعه المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث يتواصل تساقط الأمطار مؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الشرقية للبلاد، وتكون محليا غزيرة خاصة بولايات الشمال والوطن القبلي وجهة الساحل. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد معز تريعة، الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية. سيد معز، بداية مرحبا بكم. إذا تطورات جديدة على مستوى الوضع في ولاية نابل بعد الأمطار التي سجلتها الولاية خلال الساعات القليلة الماضية، وهي تسجيل 3 وفيات ضحايا هذه الفيضانات. شكرا. بالفعل تم تسجيل على اثر الامطار اللي سجلناها اليوم بالنسبه بكميات قياسيه بولايه نابل وبجهه الوطن القبلي بصفه عامه. سجلنا انتشال 3 جثث، عندنا 3 وفيات، دونك جثه كاهل يبلغ من العمر 51 سنه تم جرفته المياه بمنطقه تاكلسه، وعندنا
تم انتشار كذلك جثة زوج فتيات تبلغ من العمر ما بين 20 و 26 سنة بجهة بوسهم منطقة بوسهم من معتمدية بو عربوب. العملية تم الإبصار حاليا متواصلة بالتعاون مثل ما بين جميع الهياكل المعنية لنجد المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة يمكن أن ونجم نعطيك هنا بعض المعطيات في نعم هذا. عندنا تم يعني انقاذ مواطن من الغرق بعد ان جرفته المياه بوادي بوتشيدا غامبالي، كان معناتها يعني يمكن يكون ليه موت محقق ولكن تمكنا والحمد لله من انقاذه. كذلك عندنا يعني اسعاف ونقل امراه لها حاله مخاض الى المستشفى من جهه تكلسه الى المستشفى المحلي بمنزل بوزلفه. وعندنا كذلك يعني عمليه اجلاء وايواء متى اربع اشخاص من منطقه تكلسه الى القاعه المغطاه بجومباليا. التطور حاليا بعد انخفاض نسبي وتحسن. نعم سيد معز، التطورات حاليا او الوضع حاليا في ولايه نابل. والله الوضع الحالي في تحسن مستمر مقارنه بالساعات الاولى، حيث متى ثم انخفاض كبير لمنسوب المياه. بالنسبة لجهة تكلسة ما تماش حاليا مياه، ما تسمى يعني يسمى إمكانية العبور. بالنسبة كذلك جهة مثلا ولاية مثلا مدينة نابل كثير تم انخفاض مثلا نسبي كبير وهام لمنسوب المياه، مما مكن وحدة القيمة المدنية في الشروع في عملية الضخ مثلا ببعض المنازل وخاصة الدهاليز. عندنا كما مثلا البنك المركزي قاعدين يقوموا حاليا بعمليه ضخ وشف المياه من دهليز البنك نعم. المركزي. هذه اجمالا بعض المعطيات حول ما تطورت الوضع. نعم السيد معز طريعة ناطق رسمي باسم الحماية المدنية، نشكرك على هذه التفاصيل. وعلى خلفية تهطل الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية نابل، سجلت حركة المرور تعطلا في عدد من المناطق التي غمرتها المياه، ما تسبب في توقف مصالح عدد من المواطنين في الجهة. سجل خلال هذه الليلة تهاطل المزيد من الأمطار في مختلف مناطق ولاية نابل، رافقه تعطل لحركة المرور على بعض الطرقات والمداخل المؤدية إلى الولاية، ما تسبب في تعطل مصالح عدد من المواطنين. بابا مريض وكل شيء، مروح للمهد وكل شيء، ما كيش كيفاش نروح، فهمني؟ القنطرة متعبلي كلها ماء واحد ودور على بارقوب كيف، فهمني؟ نحن نعانيو في برشا مشاكل هنا، تشوف على طرف ومطر، ديفوات كل تظهر. الدنيا كل تحبس، فهمتني؟ هونكا او معناها واحد مريض باش يمشي للسبيطار في غرومباليا، ما عارفش شنو باش يصير. عندي فراسك من الاربعة ونص للساعة هذا. يعني الليلة اش باش تعمل؟ الليلة مش نبات هنا. مش نبات في الكهرباء. بالقروان وهز الفلفل ما هز المعمل الهريسة في قربة من ما ثلاثة نتاع العشية وأنا ندور بكهربتي، تصور الكهرباء لهنا فيها ثلاثة طراند فلفل. من العشية وانا ندور بها، جبت على الحمامات ما تعديناش، جبنا منا على بلي مش نتعدوا على بلي ما تعديناش، وخذ الكهرباء كيفاش وخذ حالتنا كيفاش. وقد ارجع المتداخلون تعطل حركة المرور الى ما تشهده البنية التحتية للطرقات في الجهة من تدهور يستوجب حسب تعبيرهم تدخلا عاجلا من مصالح التجهيز. نعانيو في مشاكل كبيرة. بالله سيد وزير التجهيز وكل شيء، ايش اخويا يعمل كنترول شوف. صدقني والله مأساتي. شيء اسم بالرسمي شيء اسم. على طرف ماكي مهكا ربي يخسر كيفاش يكشف الخدمة نتاعهم اللي يخدموا فيها. حالتنا حليلة يعلم بينا كرب. وفي انتظار انحسار المياه وعودة حركة الجولان إلى نسقها الطبيعي، يظل الحذر واجبا حفاظا على السلامة على الطرقات. وكان الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز طريعة خلال استضافته في نشرة الثامنة للأخبار أكد توجيه تعزيزات من مختلف الولايات المجاورة لولاية نابل، مشيرا إلى أن التدخلات تتم حاليا على مستوى النجدة وإنقاذ الأشخاص العالقين ببعض الجهات. التدخلات نتاعنا حاليا قاعده تتم على مستوى عمليه النجده والانقاذ، عاطين الاولويه لعمليه النجده والانقاذ للمواطنين لمساعدتهم على العبور لفك العزله وعن بعض الاشخاص العالقين يمكن في بعض الجهات. بالنسبه لمنسوب المياه كما تشوفوا انخفض نوعا ما، لكنه مازال في بعض المناطق اخرى مازال مرتفع، وهذا ما يعيق عمليه ضخ وعملية ضخ المياه من المنازل والمحلات المحلات بصفة عامة. ثم فيضان خمسة أودية
في بجهه تكلسه انجر عنه انقطاع يعني العزله الكامله لمدينه تكلسه. وقد تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى قاعة العمليات المركزية للحماية المدنية، حيث أشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتابع سير عمليات التدخل من نجدة وإنقاذ جراء تهطل الأمطار الغزيرة بالوطن القبلي وعدد من ولايات الجمهورية، وذلك بحضور وزراء الداخلية والبيئة والشؤون المحلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. اولا كميه امطار اللي صبت في ال 24 ساعه الاخيره كميه غير معتاده، تقريبا اكثر من 220 ملم في بعض في ولايه نابل خاصه، تمثل اكثر في بعض المناطق من نصف الكميات اللي تلقاها الولايه في سنه. كل التعزيزات وجهت الى الولايه، كل المجهودات الحرس والحمايه والتجهيز والبيئه والفلاحه ولجنه مجابهه الكوارث منعقده بصفه دائمه في عديد من الولايات حاليا لمجابهه هذا الوضع. الوضع حاليا متوجه نحو الاستقرار، لكن يبقى الحذر واجب. يبقى أصدرنا العديد من البلاغات تجاه المواطنين بعدم المجازفة بالاقتراب إلى الوديان والمناطق معناها الصعبة، ملزمة الحذر لمستعملي الطرقات. الحذر يبقى واجب، إن شاء الله ماشيين نحو معناها باش تخف الحدة. اليوم الهدف توا الوضع الحالي هو معناها يخف منسوب المياه ومعناها تخفيض منسوب المياه بكل التجهيزات اللي وفرت الدولة. الجيش أيضا تدخل في العديد من المناطق، فهذه الأولوية الحالية. هناك أيضا مراكز إيواء لبعض السكان إذا هناك حاجة، هذه العاجل في الساعات القليلة القادمة، ثم انطلاقا من غدا يقع عمليات التنظيف ومعناها نشوف الأضرار، وإذا ثم أضرار طبعا للفلاحين المواطنين الدولة تتحمل مسؤوليتها. أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له أنه تم الإفراج رسميا عن البحارة التونسيين المحتجزين بإيطاليا منذ عدة أسابيع، ومن المنتظر أن يعود هؤلاء البحارة إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا الإفراج وفق نص البلاغ إثر الاتصالات المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية والجهود الكبيرة التي بذلتها هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. في جديد الشأن السياسي، مثلت الدعوة إلى إطلاق مسار إصلاحي داخل حزب حركة نداء تونس ومراجعة قيادته وتسييره الداخلي، إضافة إلى تسريع انطلاق عمل لجنة إعداد مؤتمره التأسيسي، مثلت توصية الاجتماع الطارئ الذي دعت كتلة حركة حزب نداء تونس أعضائها إليه أمس السبت. دعوة الهيئة السياسية وبصورة استعجالية إلى دعوة المكتب التنفيذي للحركة لتوسيع الاستشارة مع كافة هياكل الحركة، وأيضا دعوتنا إلى إطلاق مسار إصلاحي داخل الحزب ومراجعة القيادة وطريقة التسيير داخل الحركة. التوصية الثانية هي أيضا التسريع في انطلاق عمل لجنة إعداد المؤتمر والتمسك بالتاريخ هذايا، وإشارة الانطلاق لازمها تكون في غضون الأسبوع القادم بتوزيع وترويج الانخراطات إلى إعداد رزنامة تجديد المكاتب المحلية والجهوية. أيضا الكتلة النيابية تدعو أيضا إلى لم الشمل العائلة الندائية، وأيضا التفاعل الإيجابي مع كل الدعوات والمبادرات الصلح اللي فما بعض ملوخيان قاعدين يطلقوا فيها. هذه هم أهم أربع نقاط اللي دونها اليوم في اجتماع الكتلة، مع أيضا التزام ملوخيان داخل الكتلة أنهم يعطوا توصيات إلى كل هياكل الحركة وكل نوابها إلى الالتفاف حول الحركة في الوقت هذايا في الأزمة هذه، واللي نعرفوها مرة الحزب مر بعديد الأزمات أكبر من هذه وخرج منها إن شاء الله أقوى. إن شاء الله المرة هذه كيف تلتف العائلة النذائية مع بعضها للخروج بما فيه مصلحة تونس ومصلحة الحركة. جولة أخبارنا العالمية نستهلها من إيران، التي استفاقت أمس على هجوم إرهابي استهدف استعراضا عسكريا بمدينة الأحواز جنوب غرب البلاد، أوقع ما لا يقل عن 25 قتيلا بين مدنيين وعسكريين. الهجوم نفذه أربعة مسلحين، أكدت القوات الأمنية الإيرانية أنها قتلت اثنين منهم. وفيما تبنى تنظيم مناهض للحكومة الإيرانية يسمى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قال المرشد الأعلى الإيراني إنه مرتبط بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، داعيا الأمن إلى إيقاف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. و
وعلى وقع المواجهات والاعتقالات تعيش عديد مدن وقرى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصاب عدد من الشبان الفلسطينيين جزاء ذلك في وقت يبحث فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس فرص إحياء عملية السلام من جديد. على وقع المداهمات والاعتقالات استفق عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، اندلعت إثرها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وعند مدخل بلدة صبصطية الواقعة شمالي مدينة نابلس نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية وشرعت في توقيف السيارات وتفتيشها، كما قامت في إجراء تعسفي بإحراق إحدى المزارع بالبلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، وأنزلت كافة الأعلام الفلسطينية بها. وكثيرا ما تشهد هذه البلدة وبشكل شبه يومي مواجهات مع المحتل الإسرائيلي. الأوضاع في قطاع غزة لا تختلف كثيرا على التصعيد المسجل في الضفة الغربية، خاصة بعد استشهاد فلسطيني أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف القطاع حسب ما أعلن مصدر طبي فلسطيني. وقد توافد ألاف الفلسطينيين أمس على خيام العودة المقامة على بعد مئات الأمتار من السياج الحدودي للمشاركة في احتجاجات مسيرة العودة التي انطلقت في 30 مارس الماضي. على الواجهة السياسية أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أجرى مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، أكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لأي مفاوضات سرية أو علنية للسلام، مشددا على أن فرنسا تعد من أهم الدول الأوروبية التي بإمكانها أن تقود موقفا أوروبيا. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، تذكير بأبرز العناوين. وفاة 3 أشخاص جراء الفيضانات بولايتنا بل، ولجنة مجابهة الكوارث انعقاد دائم بعدد من ولايات الجمهورية لمجابهة مخالفات الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق البلاد. الإفراج رسميا عن البحارة التونسيين 5 الموقوفين لدى السلطات الإيطالية في انتظار عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة. الاجتماع الطارئ لكتلة حركة نداء تونس يدعو إلى إطلاق مسار إصلاحي داخل الحركة ومراجعة قيادته وتسييره الداخلية. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير.